بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذ بأيدينا إلى حيث مرضاتك وإلى حيث الأمن منك يا مؤمن يا مؤمن آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وذي، انظروا بالميع، قيموها بالميع، عدوي ربي قالك عدوي، الصهيوني الكلب، النت نتنياهو، وكلب صير ترامب لو ترامبور الملعون اللي هو تجم تقول في العصر ده أكبر عنصري، ويفتخر بذلك أنه لونه أبيض وشعره كذا وسلطانه كذا، سلطان لا يقهر وسلطان أبدي، وماشي في باله القوى الجرار اللي عنده تفي بما يطمع إليه من عز وسؤدد. حط في بالك من وقت كبير أمثال صدام ولصدام رحمهم الله، وذكروا بخير عندنا على ما نعلم، حسب ما نعلم. مما فوت عليكم فرصة التواصل في الغزو المباشر، وحين نزلت بقدكم وقضيتكم في العراق وراكم العجب الذي لا تتطرق إليه مخيلة أعدائنا بالتمام والكمال، وتفلق تفليقة ورينا كيف ينار الأمريكي اللي يعظموا له شانه ويقولوا العامة رفعوا له ليتو، كما يرفعوا ليت اللي تشنقل اللي متذي وما زالوا يرفعوا في ليت، يعني يزيدوا الحقيقة يعافون فيه، يزيد يخلينا نشهد بقبح وقبح ما أخفاه من وجوه كالحة قبيحة ومن مؤامرات خسيسة ضد الإسلام الذي ما بلاش جاب دو بلاش يتحس في هذه الديار التي كادت تخلو من المسلم الحقاني والمسلمات. إذا كنت تعرفوا تونس لو تخلو من المسلم والمسلمات يقضي عليكم ربي، ما عادش يخلي لكم هكا وقت تفكروا فيه، أنتم نازلين الخندق أكثر من خندق السابق اللحظة التالية، وماشي في بالكم اللي مش تزدهروا وتقلوا كما وعدكم ببورقيبة، وإذا بكم يبو بيكي يبو زنفونسي دون لي جرون بروبليم. Voilà ce que vous attend les salauds des Tunisiens. Il y a des Tunisiens qui sont parmi les meilleurs dans ce monde, dans le 21e siècle, c'est-à-dire le 15e siècle de l'Égir. ضمانة بفضل الله تعالى باش تونس تطور تبدل الوجهة بعد وجهة تنكيس والمدلة أكثر من المدلة السابقة، باش تولي تفوج بحول الله وتراجع جزء من نور الإسلام وقوة الإسلام وزيار الإسلام. آمين يا رب، لحقك على أيدينا سلاما وإسلاما وازديارا، آمين يا كريم يا متكرم على خلقك أجمعين، ويا ناصر أحبابك الذين هم من الموحدين من خير من خلقت يا خلاق يا عظيم.